عدد خصائص القطع الزائد الذي معادلته هو كالتالي: هو x زائد 1 لكل تربيع على 9 ناقص y زائد 2 لكل تربيع على 16 يساوي 1. في البداية نحدد الخمسة قيم اللي هي h و k و a و b و c. أول شيء ال h تساوي سالب 1 مقلوب الموجب 1 هذا، وال k تساوي مقلوب الموجب 2 هذه اللي هي سالب 2 يعني. الآن ال a وال b، ال a في القطع الزائد دائما يكون اللي في البداية، هذا الجذر اللي في البداية حتى لو كان أصغر. فراح هنا ال a راح يكون الجذر 3، جذر 9 اللي هي 3. ال b راح يكون جذر الثاني حتى ولو كان أكبر، أهم شيء إنه جذر الثاني يعني جذر 16 اللي هي 4. الآن ال c تساوي جذر هنا a تربيع وهنا b تربيع، لأن قطع زائد نقول هنا زائد، إذا زائد زائد وإذا ناقص يكون هنا ناقص، فهذا راح يساوي جذر 9 زائد 16 اللي هو جذر 25 اللي هو 5. إذن السي بخمسة. طيب الآن في البداية الاتجاه الـ A هي الـ A تربيع 9 صح؟ والـ B تربيع 16. الاتجاه حسب الـ A مع مين؟ الـ A 9 مع الـ X. إذن الاتجاه راح يكون للقطع الزائد هذا، أن نقول طبعا في القطع الزائد الاتجاه ما نقول أفقي أو رأسي، نقول المحور القاطع هل هو أفقي ولا رأسي؟ بما أنه الـ A مع الـ X راح يكون محور قاطع أفقي. المركز H و K دائما H و K، ومن خلال المعطيات نعرف أن الـ H بواحد معلش بسالب واحد والـ K بسالب اثنين. طيب الرأسان الآن بما أنه المحور القاطع أفقي، فإحنا نقدر نتخيل الشكل بهذا بطريقة زي كذا، أنه هم زي كذا محور قاطع هذا أفقي يقطعهم كلهم. المركز هنا، فعشان نروح للرأسان هم هنا وهنا، نروح يمين ويسار بمقدار A، فنغير في الـ X، نغير في الـ H يعني، فالـ H راح نزيد وننقص منها A، فينتج لنا أيضا زوجين، الـ K فيهم ثابتة، الـ K بسالب 2. أما الـ H مرة نزيد A مرة ننقص A، الـ H بسالب 1 مرة نزيد ثلاثة مرة ننقص ثلاثة، إذا زدنا ثلاثة يكون موجب اثنين، موجب اثنين نعم، وإذا نقصنا ثلاثة راح يكون سالب أربعة. طيب البؤرتان، الآن حنا هنا أيضا في الرأس، البؤرتان ندخل للداخل يعني وهنا وهنا، فنروح يمين ويسار أيضا، لكن نروح يمين سي ونروح يسار سي، فالبؤرتان أيضا اتش زائد وناقص سي مع الكي، هذا أيضا راح يعطي زوجين مرتبين يكون فيهما الك ثابت، الك قيمته سالب 2 ثابتة. أما الاتش مرة نزيد عليها سي مرة ننقص سي، الاتش بسالب 1 مرة نزيد 5 ومرة ننقص 5، فسالب 1 زائد 5 هذه 4 موجبة، سالب 1 زائد ناقص 5، سالب 1 ناقص 5 هذه سالب 6. طيب خطات تقارب، خطات تقارب طبعا هما عبارة عن y ناقص k يساوي موجب سالب جذر ما تحت y، جذر ما تحت y 4 على جذر ما تحت x 3 مضروبا في x ناقص h. طبعا لأنه في موجب سالب يكون في خطين، مرة واحد مرة موجب مرة سالب، هو أصلا اسمه خطات تقارب لأنهم اثنين. طيب في حالة الموجب طبعا h ناقص h معناته x ناقص h، ال h هنا بسالب واحد فراح تكون x موجب واحد، هذا الجزء الأول x ناقص h، وال x ناقص سالب واحد x موجب واحد مضروب في 4 على 3. أنا قاعد أحل بالعكس طبعا الحين ماشي من اليسار، وهنا بنخليها موجبة وتحت خليها سالبة، تساوي y ناقص k، y ناقص سالب 2 يعني y موجب 2، تحت نفس الشيء بالضبط تماما، هذه واحد زائد اكس 4 على 3، الفرق هنا راح يكون سالب وهنا موجب يساوي واي زائد 2. طيب
السؤال اللي بعده، اكتب معادلة القطع الزائد الذي يحقق الخصائص المعطاة في كل مما يأتي. أعطانا الرأسان وأعطانا البؤرتان. طيب الآن في القطع الزائد، طبعا المعادلة القطع الزائد تكون بهذا الشكل، فنحتاج نعرف الـ H ونحتاج نعرف الـ K ونحتاج نعرف الـ A والـ B، وأيضا نحتاج نعرف الـ مين اللي في البداية، الـ A مع مين. طيب أول شيء من خلال الرأسان نقدر نطلع المركز. المركز هو متوسط المركزان. المركز عبارة عن نقطة واحدة فيها X و Y، X متوسط الإكسين والY متوسط الاثنين Y هذه. فالX نجمع الإكسين مع بعض سالب 3 زائد 3، يعني معنى إيه سالب 3 زائد 3، سالب 3 زائد سالب 3 يعطي سالب 3 ناقص 3 اللي هي سالب 6 على 2. والواي عبارة عن أيضا نفس الشيء، يجمعهم مقسوم على 2، سالب 6 زائد 2 على 2، هذا راح يعطي سالب 4 على 2، يعني أن المركز عبارة عن الواي حقه بيكون سالب 2 وهنا سالب 3. طيب الآن نعرف من هنا H والK، إذا الـ H تساوي سالب 3 والK تساوي سالب 2. طيب الآن المسافة بين الكي والكي تعطينا 2A صح؟ هنا ثابت الاتش، الاتش ثابت ما في مسافة بينهم، لكن الكي والكي بينهم مسافة، المسافة هنا 8 القيمة المطلقة بينهم ذهنية، يعني بين سالب 6 لين 2 المسافة 8. إذن الاثنين A تساوي 8، منها نعرف أن الـ A تساوي 4. طيب الآن البؤرتان نفس الفكرة، المسافة بين الـ K والـ K يعطيها 2C، طبعا ما نجيب بين الـ H والـ H لأنهم ثابتين، بين الـ K والـ K يعطيها 2C، والمسافة 2C تساوي 10 بين السالب 7 والثلاثة، منها نعرف أن الـ C تساوي الخمسة. طيب الحين معروف أن في القطع الزائد نقدر نقول الـ C تساوي جذر، خليها سي تربيع بدل الجذر، نحط التربيع هنا، سي تربيع تساوي اي تربيع زائد بي تربيع، تمام؟ ولأن الجذر جذرنا الطرفين هنا يروح التربيع من هنا وهنا بكيف في جذر، فنكتبها بهالشكل، سي تربيع تساوي اي تربيع زائد بي تربيع. احنا عندنا سي تربيع، عندنا السي وعندنا الاي، عندنا السي وعندنا الاي، باقي نجيب البي، فنقول البي نودي الاي بشاره سالبه، فتصير سي تربيع ناقص A تربيع، B تربيع تساوي C تربيع ناقص A تربيع، منها أن B تساوي جذر C تربيع ناقص A تربيع، يعني أن B تساوي جذر 25 ناقص 25 جذر تربيع 5 تربيع 5، والA قيمتها 4 فلما نربعها راح تصير 16 تساوي جذر، طبعا 25 ناقص 16 تساوي 9، فجذر 9 يساوي 3، فالبي بثلاثة، الاي بأربعة، السي بخمسة، والإتش بسالب اثنين، والكي بسالب ثلاثة. الآن الرأسان سالب ثلاثة وسالب ستة وسالب اثنين وسالب ثلاثة، الثابت فيهم إتش والمتغير الواي، هذا يعني إنهم رأس إنهم إن الاتجاه رأسي، لأن لأن الثابت X. الآن لو يعني معناتها لو جينا نتخيلها كأننا لو مثلا بنقول سالب ثلاثة ثواني، وهذه خطوط خطين الأصل زي كذا، الآن سالب ثلاثة وسالب ستة هنا تقريبا وسالب ثلاثة اثنين، هذا الرأسان فهم موصول بينهم زي كذا تقريبا، فهم فصاير رأسي، تمام؟ فالاتجاه إذا رأسي، إذا الاتجاه رأسي يعني هذا يعني أن الـA تكون مع الـY، فإذا نكتب الـY أول، فالمعادلة Y ناقص K، الـK بسالب 2 فتصير Y زائد 2، طبعا تربيع على الـA تربيع، الـA هنا بأربعة فتصير 16،
بعدين ناقص في قطعة زائد العلامة اللي هنا ناقص، بعدين x ناقص h، x ناقص h يعني x ناقص سالب 3، فتصير x زائد 3 تربيع على على البي تربيع، البي قيمتها 3 فالبي تربيع قيمتها 9. بعدين كل هذا يساوي 1. هذه معادلة القطع الزائد، هنا ال H وال K ال A وال B، وأيضا ال A تكون مع ال Y. وبكذا نكون كتبنا معادلة القطع الزائد اللي هي هذه.